الجبار أحفاد طه المصطفى المختار. الله ميزهم وأعلى شانهم فتخلدوا في الأرض كالأقمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، حياكم الله أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفن النجاة، برنامج المسابقات القرآنية. تحية طيبة لكل من يتابعنا الآن عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. أحبة المشاهدين، مثل ما تعرفون الحلقة السابقة كان في تقديمها الأخت بصائر، تحية إلها طبعا، بسبب أنه كانت صحتي يعني غير جيدة، والآن رجعنا لكم اليوم إن شاء الله، وراح نتواصل وياكم على مدار ساعة كاملة إن شاء الله من الآن نستأنف بها فقرات برنامجنا. أحبة المشاهدين، نذكركم بأنه بإمكانكم أن تشتركون بالمسابقات ويانا، وعدنا عدة مسابقات. المسابقة الأولى هي من خلال الاتصال المباشر، وكل متصل كالعادة نطرح عليه مجموعة من الأسئلة، وتحديدا ثلاثة أسئلة فقط، واللي يجيب على هذه الأسئلة بصورة صحيحة راح يربح ويانا جائزة مقدمة من جامعة الوارث ومطبعة الوارث، يستلمها إن شاء الله من مقر القناة. عندنا أيضا في نهاية الحلقة عادة سؤال السرعة، اللي كالعادة نستقبل به متصلين، وكل متصل تظهر إلى آية قرآنية من دون نقاط، وعلى المتصل أن يقرأ هذه الآية بصورة صحيحة وسريعة أيضا حتى يربح ويانا الجائزة. مو بس هاي، عندنا أيضا سؤال أسبوعي، في كل أسبوع نطرح سؤال، وهذا السؤال يكون الإجابة عليه من خلال إرسال رسالة SMS على الرقم الخاص بالسؤال الأسبوعي، وأيضا في نهاية الأسبوع نجري قرعة بالأسماء اللي مشتركة ويانا، واللي يربح بالقرعة هاي راح يربح ويانا جائزة مقدمة من شركة عراقسيل للاتصالات، أيضا يستلمها من مقر القناة. وأحبة المشاهدين، راح نستأنف فقرات برنامجنا، ومتعودين في كل حلقة نبدأ بها بقصة قرآنية ذكرت في القرآن الكريم، كأن تكون عن الأنبياء أو المرسلين أو قصص أخرى فيها عبرة ورسالة لجميع البشر. وقصتنا إن شاء الله راح تكون اليوم عن قارون لعنة الله عليه، وذكرت هذه القصة، قصة قارون، في القرآن الكريم وتحديدا في سورة القصص. ومن المعروف أن قارون كان من أرحام النبي موسى عليه السلام، وكان يعود له ابن عمه أو ابن خالته كما توضح الروايات، وكان من المؤمنين هذا الرجل، وكان عارفا جدا بالتوراة، ولكن الثروة قادته إلى أن يصاب بالجنون وإلى أن يصاب بالطغيان، ويعني فيما بعد كان معاديا للنبي موسى عليه السلام، لذلك أماته الله ميتة أصبحت فيها عبرة لكل البشر. وفي شأنه يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال أو إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وهذه الآية توضح طغيان قارون وسبب هذا البغي والطغيان، لأنه كان يمتلك ثروة عظيمة جدا، ولكن ضعف الإيمان لدى هذا الرجل وضعف شخصيته قادته إلى الانحراف وإلى التكبر وإلى أن يتعالى على جميع الناس، لذلك أصيب بهذا المرض وهو مرض الثروة. وقوم قارون عندما رأوا هذا الطغيان وهذا التكبر، كان هنالك جزء بسيط أو عدد قليل من المؤمنين من قومه ومن المتقين الذين كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الرجال بدأوا يقدمون النصائح لقارون لعله يعني يرشد إلى الطريق الصحيح، وهذه النصائح ذكرت بشكل صريح في القرآن الكريم من خلال الآيات الكريمة. نذكر بعض هذه النصائح، يعني النصيحة الأولى قالوا له بسم الله الرحمن الرحيم في الآية الكريمة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وهذه الآية واضحة من خلال معناها.
طيب النصيحة الثانية ماذا قالوا له؟ قالوا له بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وفي الحقيقة هذه الآية فيها إشارة واضحة إلى أن الأموال هي ليست شيء سيء كما يتوقع البعض. الأموال يجب يعني الشخص الذي يمتلك أموال كثيرة هنا يجب أن يعرف كيف يستخدم هذه الأموال وأين يستعملها. فإذا استخدمت هذه الأموال بالطريق الصحيح وطريق الله وفي أعمال الخير فما أجمل هذه الأموال. أما إذا استخدمت هذه الأموال للهو واللعب وإلى طريق الشر والشيطان فما أسوأ هذه الأموال. طيب النصيحة الأخرى التي قدمها قوم قارون له قالوا له وتوضحها الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي أن لكل شخص في هذه الدنيا نصيب، ونصيبك في الحياة إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك كل هذه الثروة وهذه الأموال يجب أن تأخذ كفايتك وحاجتك منها، والباقي منها يجب أن تنفقه في أعمال الخير ومساعدة الآخرين. طيب النصيحة الأخرى لقارون كانت من قومه أنه قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أن الإنسان في الواقع، طبعا هذه الآية أحبة المشاهدين توضح بأن الإنسان عادة ما يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الرزق والعافية والصحة، وأيضا يعني ينتظر من الله سبحانه وتعالى كل هذه الأشياء، ولكن عندما يأتي إنسان آخر ويطلب منه هذا يعني هذا الطلب ويطلب منه المساعدة يغض البصر والنظر، ويعني يحاول أن يوجد الحجج التي تبعد هذه المساعدة فلا يساعد أحدا، وهذا تناقض وأيضا هي هذه الطبيعة البشرية، ولكن يعني ليس كل البشر يستخدمون هذا الشيء أو هذه هذا الأمر. طيب النصيحة الأخيرة كانت من قوم قارون إليه هي أنهم قالوا له وفي الآية الكريمة ولا تبغي في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، أي أنك عندما رزقت بهذه الثروة العظيمة يجب ألا تطغى ويجب ألا تتكبر على الناس، ويعني تحمد الله وتشكره على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. طيب بعد كل هذه النصائح ماذا كان جواب قارون لقومه؟ جواب قارون يعني قال لهم بأنه أنتم ليس لكم الحق بأن تنصحوني، وأنا من يعني جد واجتهد ومن عرق جبيني أتيت بهذه الثروة العظيمة، والله يعلم أنني جدير بها، ويعني الآخرين الذين ليسوا جديرين بهذه الثروة لم يرزقهم الله، وعليهم أن يموتوا يعني أحسن لهم وأفضل لهم من أن يعيشوا بفقر. وفي الحقيقة هذا المنطق القبيح يعني عادة ما يستخدمه الأثرياء الذين يملكون الثروة، يعتقدون بأن هذه الثروة هي جاءت من تعبهم وشقاهم، ولا يعلمون الله سبحانه وتعالى بإمكانه بلحظة أن يزيل هذه الثروة إذا ما استخدمت بالطريق الصحيح. فالله سبحانه وتعالى بعد كل ذلك جاء وقت العذاب لقارون، فتقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض، وهو هذا كان عذاب قارون. ونتمنى أن يعني هذه القصة، قصة قارون مع قومه، فيها رسالة وعبرة أن تصل لنا قبل أن تصل لكم أحبتي المشاهدين. إذن لا تذهبوا بعيدا أحبتي المشاهدين، راح نروح إلى فاصل قصير بعدها نواصل فقرات برنامجنا، انتظرونا. سفن النجاة، سفن النجاة. إن سألتم عن إلهي فهو رب العالمين، إن سألتم عن إلهي فهو رب العالمين، أو سألتم عن نبي فهو خير المرسلين، إن سألتم عن كتاب
فهو قرآن مبين. أو سألتم عن إمام فهو مولى المتقين. هو مولاي علي زوج أم الحسنين، حسن ثم حسين ثم زين العابدين، باقر العلم وجعفر صادق القول الأمين، ثم موسى وعلي شفعاء الوافدين، والجواد وعلي أسوة للمسلمين، والإمام العسكري قدوة للمؤمنين، وارث الأرض محمد صاحب الفتح المبين، هؤلاء شفعائي أهل بيت الطاهرين. إن سألتم أهلا بكم أحبتي المشاهدين من جديد بعد هذا الفاصل القصير. أحبتي المشاهدين، تنويه بسيط، وقت برنامجنا إن شاء الله اتغير، أصبح يوم السبت والخميس إن شاء الله في الساعة 9 ليلا، يوم السبت والخميس الساعة 9 ليلا إن شاء الله راح نكون متواجدين وياكم ومستمرين. قبل ما نروح إلى ضيفنا اللي متعودين في كل حلقة نستقبل بها ضيف، ننوه على السؤال الأسبوعي. طرحنا سؤال أسبوعي الأسبوع الماضي وجتنا بعض الرسائل فيها إجابة صحيحة وبعضها خاطئة. طيب، السؤال الأسبوعي هو: كم مرة ذكرت التوراة في القرآن الكريم؟ وللمشاركة إرسال رسالة SMS، رسالة نصية تحتوي على الإجابة الصحيحة وأيضا المحافظة والاسم الثلاثي على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. يجب أن يستوفي كل هذه الشروط، البعض يرسل اسم ثنائي، بعض يرسل بدون محافظة، وكل هاي نستبعدها لأنه لازم اسم ثلاثي وإجابة صحيحة وأيضا المحافظة حتى يدخل بها القرعة، وإن شاء الله يفوز ويانا بالقرعة اللي نجريها في بداية كل أسبوع. إذن أحبتي المشاهدين، خلينا نروح إلى ضيفنا ونرحب بضيفنا لهذه الحلقة. ويانا اليوم الأستاذ قارئ القرآن الكريم جاسم الكربلائي. السلام عليكم أستاذ جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وأهلا وسهلا بك. وبيكم أستاذ. الله يحفظك. إذن أستاذ جاسم، قبل لا نروح للاتصالات راح نترك لك بعض الدقائق نسمع بها بعض الآيات القرآنية بصوتك، تفضل. بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن
الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك أحسنت أستاذ جاسم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نعم أحسنت السلام عليكم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم أحسنت بارك الله بيك وطيب الله أنفاسك هذا بالطور العراقي صحيح؟ العراقي نعم العراقي أحسنت أحسنت الله طيب أستاذ جاسم طبعا إحنا بعد ما نأخذ الاتصالات ترح تكون ويانا وهنالك وسيلة مساعدة لكل متصل بسؤال واحد فقط إن شاء الله إن شاء فأكيد تعرف قضية نعم. أنه تقريب للإجابة الصحيحة إذا طلب من عندنا المتصل تمام؟ إن شاء الله طيب إن شاء الله إذن أحبتي المشاهدين متواصلين وياكم وأعتقد أنه راح نستقبل الاتصالات المباشرة طيب ويانا اتصال هاتفي أول ويانا غدير من بابل السلام عليكم أخت غدير وعليكم السلام أهلا وسهلا بيك يا غدير غدير متابع البرنامج إن شاء الله متابع يعني تعرفين إن شاء الله آلية المشاركة بالبرنامج أعرف جاهزة روح للأسئلة مباشرة يلا ها يلا خلونا نروح مباشرة للأسئلة طيب يلا خلينا نبدأ يا غدير مع السؤال الأول طيب السؤال الأول يقول في أي سورة ذكرت الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الاختيارات هل هي سورة الحاقة أم سورة آل عمران أم سورة الانفطار أم سورة الحديد يلا عدك وقت يا غدير وعدك وسيلة مساعدة أروح على وسيلة المساعدة يلا روح على وسيلة المساعدة نعم تفضل أستاذ جاسم غدير هو اسم اسم مذكر آل عمران سورة آل عمران طيب يعني متأكدة إن شاء الله من هاي الإجابة غدير نثبت عليها نثبت غدير أي يلا نثبت على هاي الإجابة إذن سورة آل عمران هي الإجابة الصحيحة أحسنت غدير طيب يلا خلينا نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني من القائل في الآية الآتية قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين الاختيارات هل هو النبي موسى أم النبي هود أم النبي يوسف أم النبي إسحاق يلا أدك وقت يا غدير وخلصنا وسائل المساعدة النبي موسى زين أكو حد يمشي يساعدك غدير
لا وحيدي. زين متأكدة من هالإجابة لو ناخذ إجابة ثانية؟ لا ها هي ثبت النبي موسى. طيب غدير يعني فور ما ينتهي الوقت هسه شنو نثبت؟ هي ثبت النبي موسى. طيب يعني أنا حاولت قدر الإمكان أنه تغيرين الإجابة هذه. طبعا الإجابة الصحيحة هو النبي هود عليه السلام وليس النبي موسى. يلا مو مشكلة خلينا نروح للسؤال الثالث وندخلك بالقرعة ويانا القرعة اليومية. طيب السؤال الثالث يقول في أي سورة ذكرت قصة قارون وأنا ذكرتها بالقصة في بداية الحلقة؟ هل هي في سورة القمر أم سورة نوح أم سورة البقرة أم سورة القصص؟ سورة القصص. طيب نثبت على الإجابة هاي غدير لو ننتظر يخلص الوقت. لا ثبت سورة القصص. طيب إذن غدير تقول سورة القصص اللي ذكرت بها قصة قارون وهي أيضا الإجابة الصحيحة. أحسنت غدير لكن راح ندخل شوانا بالقرعة لأنه أنت السؤال الثاني ما جاوبتي. غدير شنو؟ غدير حسين من يا محافظة غدير؟ من بابل. طيب ندخل يعني بالقرعة بعد طبعا نهاية الحلقة راح نجري قرعة اللي ما يجاوب على كل الأسئلة. طيب عندنا اتصال هاتفي آخر. يلا ويانا إسراء من محافظة صلاح الدين. السلام عليكم إسراء. عليكم السلام. اهلا اسراء حياكم الله تسمعيني؟ اهلا وسهلا اسراء. اول مره شاركينا؟ ايه اهلا وسهلا. تابعين البرنامج تعرفين الاليه مال المشاركه؟ طيب شلون معلوماتش القرانيه زينه ان شاء الله؟ الحمد لله زينه. جاهزه نروح مباشره للاسئله؟ ايه ان شاء الله. يلا اذا جاهزه خلينا نبلش بالاسئله ويا اسراء من صلاح الدين. اذا ننتقل للاسئله ونبدي بالسؤال الاول. يلا السؤال الأول يقول في أي سورة ذكرت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الاختيارات هل هي سورة المجادلة أم سورة الجمعة أم سورة التغابن أم سورة الإسراء؟ يلا إسراء عندك وسيلة مساعدة واحدة فقط وعندك وقت. سورة المجادلة. زين اكو حد يمك يساعدك غدير او عفوا اسراء؟ اي موجود. طيب عندك وقت بعد ما راح. طيب يعني عندك مساعده وعندك وقت بعد فما ادري ثبتين على الاجابه لو شنو رايك اذا ما متاكده من عندها. يلا اسراء لو نروح لوسيله المساعده لو تعطيني إجابة نهائية شو تقولي إسراء؟ سورة التغابن. متأكدة من الإجابة إسراء؟ إن شاء الله. طيب إيه بس أنا أقول مو سورة التغابن. طبعا أنت قلتي سورة مجادلة من البداية بعدين قلتي سورة التغابن وهي طبعا عندك يعني فرصة أخيرة لأن هذا السؤال الأول. يلا عندك فرصة أخيرة ناخذ مساعدة إن شاء الله. يلا خلنا ناخذ مساعدة يلا حتى من السؤال ليش حرامات يروح عليك. يلا تفضل استاذ جاسم. اسراء. نعم انت شو اسمك؟ اسراء. هيا العادي هاي انت اسمك اسراء؟ اسم اسراء. طيب اذا سورة الاسراء هي الاجابة الصحيحة يا اسراء. يلا خلينا نروح للسؤال الثاني بس هذا السؤال الثاني بعد ما بي مساعدة. يلا اذا خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول من القائل في الآية الآتية قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ الاختيارات هل هي مريم بنت عمران أم زليخة أم سارة أم إسحاق أم هاجر؟ من قال هذه الآية على لسان من ذكرت هذه الآية؟ طيب يلا إسراء شو تقولين؟ منو؟ زليخة. اي طيب متأكدة من الإجابة إسراء؟ إذا متأكدة نثبت. إن شاء الله. شو تقولين إسراء إجابة نهائية شنو؟
يلا اسراء. ثبتين على زليخة اسراء؟ اي ثبت. يلا ثبت على زليخة وهي الإجابة الصحيحة. أحسنت اسراء، ممتاز. يلا عندنا سؤال واحد إن شاء الله، وإن شاء الله تربحون الجائزة. يلا خلينا نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث، ظهر قارون في زمن النبي فراغ، في زمن أي نبي؟ هل ظهر في زمن النبي موسى أم عيسى أم نوح أم هود عليه السلام، عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا؟ سمعت القصة بالبداية إسراء؟ لا والله. زين، عندك معلومة قارون بزمن أي نبي؟ ها إسراء، يلا خلي ساعدوك يمك إذا أكو أحد. إذا يخلص الوقت أريد من عندك إجابة إسراء. يلا خلص الوقت وأعطيني إجابة إسراء. شنو؟ شنو عيدي لي شنو الإجابة اللي قلتيها؟ نبي عيسى. قبل شوي حكيتي في الشيء يا نبي قلتي. يلا إسراء. موسى نثبت إن شاء الله. النبي موسى إن شاء الله؟ إن شاء الله. يلا خلينا نثبت على النبي موسى وهي الإجابة الصحيحة. أحسنتم إسراء، ومبارك لكم، ربحتوا جائزة ويانا إن شاء الله تسلموها من مقر القناة. شكرا جزيلا لاتصالكم. طيب يلا خلينا ناخذ اتصال هاتفي اخر ويانا. خضر من بلد. نعم نعم، خضر من صلاح الدين. نعم، سلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك، حياك الله خضر. حياك الله، الله يسلمك خضر. تعرف شلون اليه المشاركه ان شاء الله بالبرنامج؟ مشارك قابل ان شاء الله. اهلا وسهلا بك، شاركت بسؤال اسبوعي؟ لا شارك اختي بي. بلي اختي شارك بي مو انا. بلي ان شاء الله يعني تكون الجائزه من نصيبكم. طيب جاهز نروح للاسئله مباشره خضر؟ اي والله جاهز. يلا اذا جاهز يلا خلينا نبلش بالاسئله ان شاء الله، ونبدي بالسؤال الاول. السؤال الاول يقول، في اي سوره ذكرت الايه الاتيه، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الاختيارات، هل هي سورة الإسراء أم سورة الطلاق أم سورة التحريم أم سورة الملك؟ التحرير. بلي سورة التحرير. صوتك مو واضح يا خضر، شنو؟ سورة التحرير. أول شيء عندك وقت وعندك وسيلة مساعدة يا خضر، لا تستعجل بالإجابة. سورة الملك. أنت لو متأكد من الإجابة وتعطيني إجابة، لو يعني مو يعني تعطيني إجابات ما متأكد من عندها. إن شاء الله صوت الموت. يعني ثبت؟ عندك وقت، أنا راح أنطي. ها سأروح لوسيلة مساعدة؟ إيه. يلا خروح لوسيلة مساعدة أفضل. يلا تفضل أستاذ جاسم. خضر. خضر. سبحان الذي أسرى بعبده. يا سورة هاي. سبحان الذي أسرى. النبي هو لا مالك أي سورة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، يعني شنو؟ الإسراء. سورة الإسراء. أي عافية. طيب إذا نقول سورة الإسراء خضر. نعم يلا سورة الإسراء هي الإجابة الصحيحة يا خضر، أحسنت. يلا شد حيلك بالأسئلة الباقية على ما تفوز بالجائزة يا خضر. يلا خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول، من القائل في الآية الآتية، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين؟ هل هم أبناء النبي زكريا عليه السلام أم أخوة النبي يوسف أم أبناء آدم أم أصحاب الكهف؟ أخوة النبي يوسف عليه السلام. طيب متأكد من الإجابة خضر؟ أي متأكد. أي أستاذ، يعني نثبت إن شاء الله؟ إن شاء الله. يلا نثبت على هذه الإجابة، وأحسنت يا خضر، هي الإجابة الصحيحة. طيب إذن خلينا نروح للسؤال الثالث. يلا السؤال الثالث يقول، ما هي أو ما هو تسلسل سورة القصص في القرآن الكريم، بما أن قصتنا اليوم من سورة القصص؟ هل هو 34 أو عفوا 24 أم 26 لو 28 لو 30؟ تسلسل هذه السورة في القرآن الكريم 28.
زين يلا خضر، متأكد إن شاء الله؟ لو ننتظر الوقت يعني يخلص. شو تقول أنت؟ ما أدري أنت يمك الإجابة مو يمي. تلافين؟ يعني إذا أنت أكو إجابة متأكد من عندها لا تخلي أحد يخطأك أو فشي. تبي بالبداية أعطيتني إجابة. 28 زين. ثبت على 28 خضر. 28 يلا نثبت على 28 واحسنت يا خضر، اجابه صحيحه، مبارك لك، ربحت ويانا جائزه مقدمه من جامعه الوارث ومطبعه الوارث التابعه تالي العتبه الحسينيه المقدسه، تستلمها ان شاء الله من مقر القناه. اذا ناخذ اتصال هاتفي اخر. حسين من بابل، السلام عليكم حسين. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك، حياك الله. تابع البرنامج حسين؟ ان شاء الله. شلون معلوماتك القرآنية زينة؟ الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله، يلا ان شاء الله تربحون يانا بالجائزة. وإذا جاهز حسين خلينا نروح مباشرة للأسئلة، شنو رأيك؟ يلا خلينا نبلش ويا حسين بالأسئلة ونبدي بالسؤال الأول. يلا. إذن السؤال الأول يقول: في أي سورة ذكرت الآية الآتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الاختيارات: هل هي سورة القلم أم سورة العاديات أم سورة الإسراء أم سورة المعارج؟ وبدأ وياك الوقت يا حسين وعدك وسيلة مساعدة إن شاء الله. يلا شو تقول حسين؟ وين ذكرت هذه الآية؟ في أي سورة؟ رقم 3 سورة الإسراء. متأكد من الإجابة حسين؟ إن شاء الله. زين تقدر تقول لي تقريبا يا آية؟ تقريبا يعني حتى لو مو رقم يعني فشي تقريبي. ما تتذكر مو؟ طيب إذا هي الإجابة الصحيحة هي سورة الإسراء وتحديدا الآية 88. تمام. يلا خلينا نروح للسؤال الثاني، بداية موفقة إن شاء الله. السؤال الثاني: من القائل في هذه الآية؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الاختيارات: هل هي زليخة أم بلقيس أم هاجر أم امرأة عمران؟ بلقيس. طيب الملكة بلقيس. حسين طبعا ما ينتظر حتى الوقت يبدي ويجاوب ومبين انه من اجاباته متاكد من الاجابات. الحمد لله. الحمد لله. اكيد نثبت على هذه الاجابه حسين؟ نعم. نعم نثبت على الاجابه وهي الاجابه الصحيحه. سبت. طيب يلا خلينا نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: كم عدد ايات سوره القصص؟ ان شاء الله هذا سؤال بسيط. هل هي 88 أم 90 أم 92 أم 94 آية؟ 88. طيب 88. متأكد إن شاء الله من الإجابة؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب أقول لك مبارك لك حسين وربحت ويانا جائزة مقدمة إن شاء الله من جامعة الوارث ومطبعة الوارث، تستلمها إن شاء الله من مقر القناة. شكرا جزيلا لاتصالك يا حسين. طيب إجاباتها كانت سريعة وموفقة حسين. يلا خلينا ناخذ اتصال هاتفي اخر ويانا ضرغام من بابل. السلام عليكم ضرغام. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك، حياك الله. الله يحفظك. مستعد ان شاء الله ضرغام مباشره نروح للاسئله؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا اذا مستعد خلينا نباشر مباشره ومع ضرغام بالاسئله ونبدا ان شاء الله بالسؤال الاول. السؤال الاول يقول: في اي سوره ذكرت الايه بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ الاختيارات: هل ذكرت في سورة القصص أم سورة آل عمران أم سورة الممتحنة أم سورة المدثر؟ يلا سورة آل عمران. طيب موجودين يمك العائلة يساعدوك ضرغام؟ أي يمي أهلي سورة آل عمران. طيب تحياتنا لهم. نثبت إن شاء الله على هاي الإجابة يا ضرغام؟ إن شاء الله. أحسنت، إجابة صحيحة يا ضرغام، وذكرت هذه الآية تحديدا في سورة آل عمران والآية 169 تحديدا. نعم. يلا خلينا نروح للسؤال الثاني.
السؤال الثاني: من القائل في هذه الآية وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهو له ناصحون وهم له ناصحون؟ الاختيارات: هل هي آسيا أم مريم بنت عمران أم هاجر أم أخت النبي موسى عليه السلام؟ على لسان من ذكرت هذه الآية؟ أخت النبي موسى. طيب، ثبت لو ننتظر الوقت ضرغام. لا ثبت. يلا مبين متأكد من الإجابة ضرغام؟ وأحسنت، هي الإجابة الصحيحة. أحسنت. ثبت. إن شاء الله إن شاء الله إجابة صحيحة. يلا خلينا نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث: في أي جزء توجد سورة القصص؟ الاختيارات: جزء 19 لو 20 لو 21 لو 22. شو تقول درغام؟ الجزء 20. طيب 20. متأكد درغام؟ متأكد إن شاء الله؟ متأكد إن شاء الله جزء 20. أحسنت أحسنت درغام، إجابة صحيحة ومبارك إلك، ربحت ويانا جائزة إن شاء الله تستلمها من مقر القناة. شكرا جزيلا لاتصالك يا درغام. إذن نذكر بالسؤال الأسبوعي أحبتي المشاهدين، سيظهر الآن على الشاشة، والسؤال يقول: كم مرة ذكرت التوراة في القرآن الكريم؟ واللي يحب يشارك في هذا السؤال يرسل رسالة SMS على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وتحتوي الرسالة على الاسم الثلاثي والمحافظة وأيضا الإجابة الصحيحة، وإن شاء الله يوم السبت القادم راح نجري قرعة بجميع الأسماء اللي مشاركة ويانا. إذن أحبتي المشاهدين، متواصلين وياكم باستقبال الاتصالات المباشرة. من ويانا؟ ويانا منو؟ محمد اتصال علون. محمد من محافظة واسط. سلام عليكم محمد. عليكم السلام. أهلا وسهلا بيك، حياك الله محمد. أول مرة شاركنا يمكن محمد؟ أول مرة إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك، نتابع البرنامج؟ إن شاء الله. طيب يوم مستعد إن شاء الله؟ مستعد للأسئلة؟ إن شاء الله. يلا إذا مستعد خلينا نروح مباشرة ونبدي مع محمد بمجموعة الأسئلة الخاصة بي، ونبدي بالسؤال الأول. نعم. إذن نبدي بالسؤال الأول، والسؤال الأول يقول: في أي سورة ذكرت هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وإلى نهاية الآية. هل ذكرت في سورة النمل أم سورة يونس أم سورة الرعد أم سورة النحل؟ يلا يا محمد. شو تقول محمد؟ عندك وسيلة مساعدة لا تنسى كنت تستخدمها بهذا السؤال أم السؤال القادم؟ لك الخيار. نأخذ وسيلة مساعدة. نأخذ وسيلة مساعدة. نأخذ وسيلة مساعدة محمد. إيه نعم نعم. يلا خلينا نروح لوسيلة مساعدة. نعم أستاذ جاسم تفضل. محمد، أكو فد آية من آيات الله هذا يلم الرزق مالته بالصيف كله ويحفظه لوين؟ يحفظه للشتاء. شنو هذا؟ واضحة يمك محمد؟ واضحة سورة النمل. طيب سورة النمل. نعم أحسنت محمد، الإجابة الصحيحة هي سورة النمل، وذكرت هذه الآية تحديدا رقمها 62. نعم يلا خلينا نروح للسؤال الثاني. يلا السؤال الثاني يقول: من القائل في هذه الآية قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب؟ من قائل هذه الآية، مريم بنت عمران أم امرأة فرعون أم زليخة أم سارة أم إسحاق؟ أنا لك خطأ مطبعي بالإجابة الثالثة، هي زليخة. لا بأس، زليخة مكتوبة. نعم طيب مريم بنت عمران. ركز لي بالسؤال وطين الإجابة بعد ما ينتهي الوقت يا محمد. شوف لي الآية قراها زين وركز بها، وإذا أكو أحد يمك يساعدك بعد أحسن. ها محمد خلص الوقت، طيني إجابة محمد. امرأة إسحاق. امرأة إسحاق؟ ماكو إجابة. سارة العفو، سارة أم إسحاق. متأكد من الإجابة محمد؟ إن شاء الله. يعني نثبت عليها؟
ان شاء الله. يلا خلينا نثبت على هاي الاجابه لان هي الاجابه الصحيحه. احسنت محمد. يلا يلا ان شاء الله بس سؤال واحد وتربح ويانا الجائزه يا محمد. يلا ان شاء الله. خلينا نشوف السؤال الثالث. ما هو العذاب الذي انزله الله تعالى على قارون لعنه الله عليه؟ الغرق ام الخسف ام الصاعقه ام المرض؟ وأنا من نهاية القصة ذكرت آية صريحة لعذاب قارون. يلا سمعت القصة محمد؟ لا ما سمعتها. زين عندك إجابة لهذا السؤال؟ يلا محمد. الصائق. طيب بعد ما خلصنا الوقت بعد ما راح أخذ هذه الإجابة. يلا هسه خلص الوقت محمد يعني المفروض تعطيني إجابة. يلا محمد شو تقول؟ هل أغرقه أم خسف به الأرض؟ الغرق. أم الغرق. طيب الغرق. اعطيني إجابة ثبت عليها يعني مباشرة. ثبت على الغرق. نثبت على الغرق. نثبت على الغرق. يقول محمد ومع الأسف إجابة خاطئة. هو قال الله تعالى وخسفنا به وبداره الأرض، يعني الخسف هو الإجابة الصحيحة. لا بأس محمد، راح أسجل اسمك بالقرعة وممكن تربح ويانا في نهاية البرنامج. شنو اسمه محمد؟ محمد علوان من محافظة واسط. نعم. طيب يلا خلي ناخذ الاتصال هاتفي آخر ويانا. من ويانا؟ من ويانا؟ ويانا حسين هادي من محافظة ذي قار وراح يدخل ويانا بسؤال السرعة. حسين مساء الخير عليك. حسين وعليكم السلام ورحمة الله. حسين مستعد إن شاء الله؟ تعرف شلون آلية المشاركة بسؤال السرعة؟ نعم بدون نقاط. نعم بالضبط إن شاء الله راح تكون تصل الأول بعدما ناخذ إن شاء الله. يلا ان شاء الله يعني تلحق ان شاء الله مفتاح الكهرباء. نعم. يلا ان شاء الله. اذا خلينا ناخذ متصل اخر. من ويانا المتصل الاخر؟ ام حيدر من كربلاء. نعم. السلام عليكم ام حيدر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك ام حيدر. ان شاء الله انت راح تكونين بفقره سؤال السرعه. تعرفين آلية المشاركة بهذا السؤال؟ اي نعم اعرف. ان شاء الله. اذا انتظرينا بعد ما نروح لحسين ونشوفه ايش قد راح يستغرق وقت بالإجابة على السؤال الخاص بي، بعدها نرجع لك يا ام حيدر. يلا حسين مستعد ان شاء الله؟ ان شاء الله بسم الله. اذا بسم الله نقول وان شاء الله راح تظهر الآية على الشاشة الان و بدت او ظهرت. نعم. الآية الان وبدوا ثواني بعد. نعم نعم الآن ظهرت. طيب فاليوم لا تظلم نفسا لا تظلم نفسا ولا يحزن إلا بما كنتم تعمل إلا بما كنتم تعملون. لا فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا يحزنون إلا بما إلا ما كنتم ولا تعملون. هاي الكلمة ما جاي تقراها ولا شنو ولا كلمة ولا وراها ولا يحزنون. لا ولا لا 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 مو يحزنون ولا ولا يجرون ولا يجرون ولا لا 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 يوم نطلب من السن شيئا ولا ايه بس هاي الكلمة عندك ولا يلا خلينا يعني ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون. ايه نعم نعم يعملون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون تعملون. نعم يلا يعني استغرقت 50 ثانية بهذا السؤال. خلينا نشوف أم حيدر إيش قد راح تستغرق وقت بقراءة الآية الخاصة بها. فأم حيدر إن شاء الله جاهزة؟ إي نعم جاهزة. يلا إن شاء الله راح تظهر الآية الآن على الشاشة ويبلش لكم الوقت يا أم حيدر. نعم تفضلوا. إن شاء الله. يا الله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون. أحسنتم. يعني فرق واضح جدا هي 9 ثواني فقط
استغرق الوقت بقراءة هذه الآية من قبل حيدر، وأكيد الفائز يكون هو أم حيدر ويانا بهذا السؤال. بالنسبة للقرعة، نجري القرعة فقط بهذه الأسماء؟ طيب طيب خلينا نجري القرعة ب طيب خلينا قبل لها حيدر، ناخذ حيدر همينا. حيدر شنو اسمه؟ العفو، حيدر اسمه الثلاثي او الثنائي؟ حسين هادي. حسين هادي من محافظة ذي قار. طيب قبل لا نختم البرنامج لازم نجري قرعة، لأن هاي الأسماء ما جاوبت على السؤال أو مجموعة الأسئلة كاملة. خلينا نجري قرعة بصورة سريعة ونشوف من الفائز ويانا. إذن اللي فاز ويانا بالجائزة اليومية هو نفس حسين هادي من محافظة ذي قار، المتصل الأخير. مبارك لك يا حسين، ربحت ويانا جائزة يومية إن شاء الله تستلمها من مقر القناة. إذن طيب إذن أحبتي المشاهدين، تقريبا وصلنا إلى نهاية البرنامج، ونعيد تنويهنا على أنه برنامجنا تغير وقته من الساعة 6 إلى الساعة 9 ليلا، وصار يوم سبت وخميس إن شاء الله من كل أسبوع. إذن انتظرونا بهذا الوقت 9 ليلا إن شاء الله في يوم السبت والخميس. قبل لا نختم برنامجنا أكيد نشكر ضيفنا اللي رافقنا طول هذه الحلقة، الأستاذ قارئ القرآن الكريم الأستاذ جاسم الكربلائي. شكرا جزيلا لتواجدك معنا أستاذ. أهلا وسهلا بك. طيب إذن أحبتي المشاهدين، لا بأس أن نختم برنامجنا بقراءة دعاء الفرج. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أحبتي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا، نلتقيكم إن شاء الله السبت القادم 9 ليلا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، نترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء. ابتداي الخلق حلق نورهم بالعرش ينهل من سنى القهار، هم آية القرآن في عجازه، نصر الإله بصولة الإيثار. سفن النجاة، سفن النجاة.